جواب هاي التوتوريال اللي قلت لكم عنه البوزل بيس ترانزيشن، وهاي المثال حق اليوم اللي بنسويه. البوزل بيس ترانزيشن عبارة عن كليبين، وبين يفصل بين الكليبين افكت ترانزيشن عشان يوديك من كليب لكليب ثاني، حق المونتاجات يعني، مو حق فيديوهات عادية. هاي المثال هاي يسمونه البوزل بيس ترانزيشن. بعجكم يوم مرة ثانية لوين بز الحين، يعني سهل. وهاي يعني البروجكت شلون تسوونه، عبارة عن كم خمس ليرات وكم من شيء، يعني سهل ما يبي له شيء، يعني سريع زين حق منتجات مثل ما قلت. المهم أول شيء نفتح لنا كومبوزيشن جديد 128720 على حسب ما تبون، بس تخلون الديوريشن ولا الوقت مال الكومبوزيشن يكون اكثر من الـ وقت الكلبين بعض، ف40 ثانية. هاي بشتغل عليه الكليب الاول، بنحطه بنسوي له كنترول في كنترول سي كنترول في، نسوي كوبي بيست كوماند سي كوماند في حق الماك، هاي اللي قاعد استخدمها الحين. وبعدين نروح حق المحل ان نبي ما الكليب يوقف، مثلا في الكليب هني نشوفه وين وقف، عقب ما ضربته تشوف هني يوقف. فحب يعني على حسب وين تبون، مثلا ابي اوقف هني، خلاص هني ابي اوقف الكليب وابي الكليب الثاني يجي محله. ف اقص هاي نزل لي وين ابي كليبين، الكليب اللي فوقي اقصه، وبعدين الكليب اللي تحت اسوي رايت كليك عليه تايم فريز فريم، عشان عقب ما الكليب مثلا انا قلت الحين ابي هني لا يوقف، فنشوف هني اوكي كامل يطلع الجيم بلاي عادي. بعدين هني شير، نشوف كله هني شير. هني نبي في هالوقت نبي الكليب الثاني يجي، فش نسوي؟ ننزل الكليب الثاني ونسحبه. انا حق هالكليب بدايته سيدي ابي من بدايته ينزل المقطع او ينزل الكليب، يعني يبتدي شوي طويل، خلنا نسحبه. اوكي نسوي زوم عشان نشوف وين نشتغل عدل. الحين انا ابي الكليب من هنا من بدايته سيري ينفتح، انه سيري ينزل ينقص ويطلع لنا. مثلا ساعات انت مثلا تبي من هنا يطلع وتقصه، يعني مثلا خل ما هالمرة نسوي من هنا، مثلا ابي لهنا فاقصه وبعدين احطه هنا، ولا احطه شوي زيادة عشان ما يكون سريع على ما ينزل. ونسوي له كوبي بيست مرة ثانية عشان يصير اثنين، ونسوي ثلاث وحدات عشان لأن أنا على حسب القصة مالتك. مثلا أنا بقص هني هالصوب، يعني صوبين بقص هالصوب وبقص هالصوب. مثلا ساعات مثلا بغيت تقص هالصوب مثلا تخلي البرميل بروحه يطلع، الطوف بروحه والطوف بروحه، فتسوي ثلاثة. فأنا بسوي اثنين، والثالث هو بيكون الفيديو اللي عقب. خلنا نحيا الحين وبعدين نسوي. المهم اثنيناتهم نسوي لهم فريز فريم، رايت كليك تايم فريز فريم، بعدين نشوف الحين مو قاعد يتحرك. المهم نسك اول واحد ما نبي نشوفه، نروح حق هاي لحظة سكيتهم اثنيناتهم بالغلط. المهم نسك الفوق ونخلي اللي تحت، نضغط عليه وناخذ على الماسك ماسك تول ونسوي ماسك الصوب الأول. أنا الحين أبي مثلا أقص هاي، مثلا هالمثال شوف عندي اثنين، عندي هاي وعندي هاي، فبقص الصوب اليسار أول، تاخذ الماسك تول ولا البن تول وتقصه. حاول تكون دقيق فيه عشان يطلع عدل، حق التوتوريال يعني ما بيكون هالكثر دقيق، وسوي على سريع لأنه هو التوتوريال مو حق مثلا مونتاج ولا شيء.
بس عشان أرويكم شلون القصة. خلينا نشوف القصة، بغيت قصة شذي. ف وبعدين نسكره لأنه على صوب اليسار، نسك هاي أول واحد، وبعدين نسكر هاي وروح على الثاني نضرب عليه ونسوي ماسك، لكن هالمرة على هالصوب. ف سأخذ البنتول مرة ثانية ونقص نسوي كروب. هالمرة في الثاني الحين مثلا ساعات إذا قصيت هاي مثلا، أنا ما سويت حق الثاني ما سويته بالضبط على القصة، فش أسوي؟ لأن ساعات إذا ما قصيت على بعض بالضبط يعني بتشوف فراغات سودة بينهم، فشنو الأحسن تسوي؟ إن تقص شوي زيادة داخل في الثاني أكثر من الأول، عشان لين جيت تسوي بلاي الفيديو ما يطلع صوت بينهم. أنا سويت زيادة الحين بس شوي يعني، خل مو واجد، أقل منه أنا اللي سويته يعني. مثلا من ساعة في الكليب الأول هني، الكليب الثاني داخل سو. زين بعدين هني شوي ندخل زيادة أحسن. اوه مود رحت بعيد مرة ثانية. اوكي سوي زوم اوت، انصك على هالصوب هالمرة، من ساعة سكينا هذاك الصوب هالمرة نسوي هني. اوكي الحين اوكي. المهم الحين الحين نشوف قصرين الاثنين، نشوف الاثنين اوكي. الحين نبغيهم مثلا، انا احب يطلع من هنا، فنروح على البوزيشن عشان الحين نسوي الترانزيشن عشان نغير يعني البوزيشن ماله. على الصوب نضرب على اول شيء، نضرب عليه نضرب شيفت عشان يكون سيدا، يطلع سيدا. نطلع الكليب كامل نخليه لهنا، نضرب على الساعة أول ما يبتدي الكليب يكون هالصوب، بس لا عقب مثلا أقل من ثانية ولا شيء يعني. تقدر تكمل الفريم، نقدر نسحبه زيادة، نقدر نطول الفريز فريم عشان إذا ما تبون سريع. هاي أوريدي فريز فريم يعني كصورة، فتزيدونه عادي إذا تبون أزيد يعني وقت ياخذ عشان ما يطلع. فنعطي ندخله شوي هني. الحين هالبداية هو الحين هو برا هني، ركز على هالكليب الحين. خنصك هاي ولا بنشوفه. الحين هو هني عقب تقريبا ثانية الحين صار، ولا أقل من ثانية. نضرب على البوزيشن مرة ثانية، نضرب على هالمثلث ولا لا؟ أول ما هاي الحين تحط على الحين بديت هني، هاي الحين ما يبين. تروح على الوقت اللي تبغيته، تاخذ هاي تسحبه مال تايم لاين، تسحبها لوين تبي يطلع. الحين حطيناه هني، فنضرب مره ثانيه شيفت عشان يطلع سيده، بروح يسوي فريم كي فريم. فنشوف الحين مره ثانيه بروح تلفوني طاح. المهم نروح حق الثانيه الحين، نروح نقطه البدايه، نضرب بي مره ثانيه عشان البوزيشن، نفتح عشان تشوف وينه، ومرة ثانية نضرب عليه وشفت ونطلع برا، ونضرب على الكي فريم نسوي كي فريم. بعدين نروح صوب هاي الكي فريم اللي سويناه بالضبط عشان يطلعون مرة واحدة، ما نبيهم واحد متأخر عن الثاني، فروح بالضبط على وين حطيناه الكي فريم، نضرب عليه وشفت، ونحاول نحطه بالضبط وين هو صح الحين. اوكي فلين نشوف الحين، خلينا نطبع عليه. شوف القصة مو سيدة يعني، على حسب قصتكم يعني، بس ما بيبين في المونتاج يعني. أنا الحين مسوي زوم،
فما يبين يعني مسوي زوم، فبيبين مو مقصوص عدل، بس في المونتاج بيكون سريع يعني ما حد بيشوفه، بس حاولوا ان تقصونه عدل. المهم سوي احنا نشوفه ما في فراغات سوداء، فصح اللي سويناه يعني. المهم الحين كله اوكي، وحين نبي الكليب يكمل عليه، ف انا قصيته من ساعة، فنشوف شنو يكمل عليه. قبل ما تقصون وتسوون فريز فريم، الحين مثلا انا قصيته لعم ساعة، قصيت الكليب لوين ابي، فانا سويته كوبي قبل ما اسوي فريز فريم، سووا ثلاثة كوبيين، مو ثلاثة اثنين. ادري ان شوي مغفطين هالاشياء، بس الحين بحاول اشرح زياده. الحين قبل ما كان سوينا فريز فريم وسوينا فريم اوت وقصيناه، سوينا كوبي صح الكليب قبل ما نسوي فريز فريم، يعني لحين ما صار صوره ولا شير، لحين فيديو عادي، فنسوي كوبي. سوينا كوبيين زين وقصيناهم وسوينا كي فريم وحركناهم وهالاشياء. عقب ما نخلص نسوي بيست مرة ثانية، يكون الفيديو العادي تكملته. فنسحب هالفيديو نخليه على كي فريم الأخير، عشان نلاحظ أول ما يخلص الكي فريم، أول ما يكون بعض يتحرك كامل. لو نسوي رام بريفيو، أوريكم شلون سوينا الحين، شنو طلعنا. شوي بيكون بطيء على ما يسوي رندر شوي. شوي سريع صح؟ شو نسوي الحين؟ إذا شوي سريع كان، نسحب هاي الكليب الأول، هو الصورة العادية، هذه الصورة العادية نسحبها عشان، ونسحب دلين ثلاثتهم نسحبهم أوكي، وبعدين الفريمات زيادة خلهم بالضبط. اذا مثلا هاي كان بعيد وبغيت يعني تبي تسوي نفس بالضبط نفس المحل، تضرب عليه، تضرب على شيفت وتضرب عليه اول، قصدي تضرب شيفت وتسحبه بروحه هو يحطه، بيركز عليه بيحطه. مثلا هاي اضرب عليه، اضرب شيفت يحطه بالضبط. الحين سوي رندر مان ثاني، بس خل زين شوي كان سريع، بس انتو تقدرون تغيرونه، تقدرون تبعدونه على حسب ما تبون. هاي الشرح هاي كامل، وان شاء الله ما كان معقد. هو شوي يعني معقد، يعني اول مرة اشرحه حق ناس ثانيين يعني اشرحه، فيمكن يكون متغلفط ومعقد الشرح، بس تقدرون تسوون بوز وترجعون تشوفون شنو قلت انا، ويعني وتعفسون لين ما تحصلون بالضبط شنو تسوونه. بس اذا كلش ما كان مفهوم يعني، انا حاضر اسوي الشرح مره ثانيه، ارفع فيديو ثاني واشرحه بالتفصيل اكثر واكثر واكثر. ان شاء الله يكون نص ساعه الفيديو، اهم شيء تفهمون، واهم شيء الفيديو يكون عاجبكم. وهاي كان الفيديو حق اليوم، وهاي الشرح حق اليوم. ان شاء الله باكر شرح ثاني على افتر فيكس بعد ان شاء الله، وان شاء الله يوم ثاني في سوني فيجاس، وشوفكم في فيديو ثاني، ومع السلامه.